السلام عليكم ورحمة الله. هالشي اسمع تصفيقة على انه هالشي تصفيقة تصفيقة هالشي تصفيقة صدق الله. إذا يا شباب الوقفة هي يومية ومنذ 3 أيام بدأت رسميا. أعتقد الصدفة. الوقفة منذ 3 أيام تناقلتها وسائل الإعلام. الأستاذ عبد الله غراب مراسل البي بي سي كان هنا عندنا قبل يومين. الجزيرة مباشر نقلت. الصحيفة الأولى نزلت وقفة شبابية في صفحتها الثانية. هذا انتصار لأن الإعلام واقف مع الشباب. فأشتي تصفيقة مرة ثانية. عجبنا التصفيق. الوقفة هي ليست عدائية ورفعنا شعارات عامة نقول بأن الإرادة الثورية لابد أن تكون من الثوار، والثوار هو أنتم الذين في الساعات، وبالتالي فلا داعي لأن يحكمون السياسيين من البيوت. ثورتنا هنا في الساحة، وسترجع القرارات من الساحة، وسنحسم ثورتنا من الساحة، وأهدافنا واضحة. الآن البيان يلقيه الأستاذ خلدون العامري. ماذا نريد من الوقفات اليومية؟ فلنستمع إلى بيان هذه الوقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الثوار، أيتها الدائرات، يا كل الأحرار، هذا هو اليوم الرابع ضمن حملة من أجل ثورة كاملة، وتحت شعار إعلاء لقيم الثورة وتحريرا للإرادة الثورية نقول إعلاء لقيم الثورة، ونضع تحتها 1000 خط وخط. فهذه الثورات التي ابتدأت بتونس ومصر ثم ليبيا وسوريا، وحيث نقف الآن في وطننا الحبيب، لم تكن في شكلها وجوهرها إلا ثورة من أجل القيم والمبادئ والأخلاق. لقد دأب صالح ونظامه على تدمير وتشويه الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في هذا البلد، معتمدا في ذلك على ضرب النسيج الاجتماعي والقيمي لهذا الشعب، فلجأ إلى العنف وتصفية الخصوم وشن الحروب وشراء الذمم وتعميم ثقافة الفيد ونهب المال العام وترفيع وترقية الفاسدين وعزل وإقصاء الشرفاء والمخلصين. لقد أوشكنا أن نموت ونحن أحياء عندما أوشكت القيم والأخلاق الإنسانية النبيلة أن تموت فينا وفي معاملاتنا وسلوكنا اليومي. لولا هذه الثورة الذي أنتم شرارتها الأولى ووقودها الدائم الذي لا ينضب، لقد خرجتم وأسستم بدمائكم وآلامكم ساحات الحرية والتغيير، ودفعتم ثمنها شبرا شبرا، شهداء أبرار وجرحى أحرار، لا لشيء إلا لأن هذه الساحات جسدت منطلق حلمكم الكبير، حلم الثورة والتغيير الجذري الشامل، حلم إسقاط النظام كاملا، وحلم إعلاء القيم النبيلة، وحلم بناء المستقبل، بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. والآن وبعد مرور ما يزيد عن 10 أشهر من عمر الثورة، نجد أننا نقف أمام الآتي. أولا، تسلط القوى الملتحقة بالثورة وعلى رأسها القوى الحزبية على ساحتنا، ساحة التغيير صنعاء، وعلى الثورة عموما عبر لجنة تنظيمية جسدت إرادة هذه القوى ولم تجسد إرادة الثوار. فمنذ 11/5/2011 تاريخ مسيرة بنك الدم، حيث سقط 15 شهيدا، وحتى 18 سبتمبر 2011، أي خلال فترة تزيد عن 4 أشهر، لم تقم هذه اللجنة بأي فعل تصعيدي يذكر سوى ما
مسيرات الخط الأخضر التي يهدف من ورائها إلى تضليل الثوار وامتصاص واستنزاف طاقاتهم. وفي 18/9/2011 دعت اللجنة إلى التصعيد الثوري وصولا إلى الحسم، فكانت جولة النصر، وكان النصر الذي أهدر بفعل سوء الإدارة، واتضح لاحقا أن هذه المسيرة وما تلاها لم تكن من أجل الحسم الثوري، بل أوراق يتم إحراقها لدفع العملية السياسية المتعثرة والمتمثلة بالمبادرة الخليجية. ثانيا، تبني نهج وقيم وسلوكيات زائفة إزاء الشباب الثائر، قامت الثورة من أجل إسقاطها، ابتداء بالتهميش والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وإطلاق تهم التخوين واستخدام العنف المادي والمعنوي لقمع وتقييد حرية الشباب. كما وجدنا قيام بعض القوى الملتحقة بالثورة باجترار صراعاتها القديمة، فبرز ذلك من خلال صراع عنيف داخل هذه الساحة وخارجها. ثالثا، مضت الأحزاب السياسية ومعها القوى المؤيدة لها في طريق المبادرة الخليجية التي كانت ولا تزال محل رفض من قبل شباب الثورة والشعب اليمني. ولعل السبب الوجيه لهذا الرفض هو إيمان الثورة، هو إيمان الثوار بالثورة الكاملة، وبأن هذه المبادرة وآليتها لن تحقق إلا إعادة إنتاج نظام صالح وفقا لمراكز قوى وتقسيمات جديدة. فبعد أن ظهر الراعي على شاشات التلفاز وهو يحرض على قتل الشباب في مسيرة مدينة الثورة، اليوم يرأس مجلس النواب. أما اللجنة العسكرية نعرفهم بالاسم ولا نعرف تاريخهم، فمنهم من كان بوابة الفساد العظمى في وزارة الداخلية، ومنهم من شاركوا بصورة مباشرة في قتل شباب الثورة في مسيرة القاع. ثم حكومة نعرف أعضاءها نصفها على أقل تقدير من القتلة واللصوص، واليوم تشرع هذه الحكومة في إعداد مشروع قانون المصالحة الوطنية مكافأة للقتلة واللصوص. هكذا تريد الأحزاب السياسية وحلفائها من المشايخ العسكر أن يحيلوا حلمكم إلى كابوس. لهذا كله تمت الدعوة إلى هذه الوقفة والتي حددنا أهدافها بالآتي: إعلاء لقيم الثورة، من خلال العمل على إجراء التحقيقات في جميع الاعتداءات التي وقعت أو ستقع في الساحة، وإعلان نتائج التحقيق وكشف جميع الأطراف المتورطة أيا كانت. ثانيا، تحرير الإرادة الثورية من خلال استعادة مؤسسات الثورة في الساحة لتكون ملكا للثوار وليس لوكلاء سياسة المبادرة الخليجية. وآليتنا في ذلك التالي: 1. استمرار هذه الوقفة واستيعاب كل من يؤمن بأهدافها أفرادا ومكونات من خلال حملة استقطاب وتنسيق تشمل جميع من في الساحة بدون استثناء. 2. استمرار هذه الفعاليات وبشكل تدريجي يصير إلى تعدد أوقات وأماكن وطبيعة هذه الوقفات، والتي قد تقضي إلى مرحلة الإضراب الشامل على الطعام. 3. دعوة الفاعلين في هذه الوقفة والمشاركين عموما إلى لقاءات موسعة للتداول والتشاور. 4. سوف يتم تقسيم هذه الفعاليات إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى والتي نحن بصددها، المستوى الاعتيادي هذا. المرحلة الثانية، المستوى المتوسط. المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الحرية والحاسمة ولكل مرحلة ما يميزها. ونعدكم ونعد أنفسنا بأننا لن نوقف فعاليتنا هذه إلا بتحرير مؤسسات الثورة وخلق علاقة صحية بين
بين الإرادة الثورية والإرادة السياسية، وبما يمكن الأولى من شق طريقها لإنجاز الثورة الكاملة من خلال إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة. عاشت الثورة، المجد والخلود للشهداء، العزة للشعب. صادر عن لجنة التنسيق حملة من أجل ثورة كاملة ساحة التغيير صنعاء 5 يناير 2012. شكرا. يا شباب، أنا أود أن أنوه إلى شيء اليوم تقريبا طرأ، وهو أن القانون أو مشروع القانون الموضوع على طاولة الحكومة لما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وهو إعطاء الحصانات طبعا للقتلة والفاسدين، هو قانون سيادي، بمعنى أنه من يحاول أن ينتهك هذا القانون أو يعتدي عليه أو ينتقص منه كأنه ينتقص من سيادة هذا البلد، وبالتالي يلاحق داخل هذا البلد وخارج هذا البلد. هذه معلومة طبعا حديثة اليوم طرأت، وشكرا.